مشاهدي قناة كوكتيل من الأخير في فيديو عن كيفية قياس CRB مرة أخرى، ولكن على جهاز آخر هو جهاز ميكو كارد وهو جهاز سويت سبوت. ياريت اللي مازال ما شاركش يشترك في القناة ويفعل الجرس، وما تنسوش بتفعيل ديروا اللايك للفيديو، وأي تساؤلات أو أعراض ياريت تديروها في تعليق الأسفل. مشاهدة طيبة ويلا بينا على الشرف. أدوات الشغل: محلول ريجنت 2 في أرض من جديد، ومحلول ريجنت 3 محلول الغسيل، ومحلول التخفيف ديلوشن ليكويد، وقرص اختبار تيست ديفاي. برضك ما ننسوش بطل الفيديو جهاز ميكو كارد مؤقت أو ماسة بحجم 5 ميكرو وماسة بحجم 50 ميكرو، وعينة سيرة ومؤقت مبرمج طبعا، ومجموعة من التبكت. يلا على الشغل. أول حاجة حنسحب 5 ميكرو من السيرة وحنحطها في محلول التخفيف ونمكسدها كويس، نخلطها كويس. بالتالي حنشغل التايمر على 10 ثواني، نستنى شوي. ممكن نوقف. حنسحب 50 ميكرو من الخليط، حنحطه في فتحة القرص، ونشغل التايمر على 30 ثانية، ونستنى حتى يتم الامتصاصية في القرص. خلال هالفترة حنحاول تعديل الجهاز على قياس CRB، ومن قبل ننزل فيديو كيف تعدل الجهاز. تفتح الجهاز ودير عليه كالبريشن عدله، تاخذ نوع التحليق. انتهى الوقت، حنحط قطرة من الريجنت 2، حنشغل التايمر على 30 ثانية، ونستنى لحد ما يمتص المحلول. هنكمل تعديل الجهاز، نطلب له كالبريشن. اوكي، هندير له كالبريشن. تم الوقت، حنضيف قطرة من ريجنت 3 على القرص، وحنشغل التايمر على 20 ثانية، أول عين يتم الامتصاصية كاملة في القرص. يجف تماما، أول ما يجف حنبدأ قياسه بالقلم. تابعوا،
الإطالة، ولكن هو أصلاً زمن قياس ما يستغرقش أكثر من دقيقة أو دقيقتين. هو من أسرع أنواع التحاليل في الجهاز، هذا جهاز ميكوكارد، أسرع من الأجهزة التالية، أسرع من جهاز ماكلومي، أسرع من جهاز لانشون، أسرع من جهاز جولدسايد، يعني من أسرع أنواع القياس لنوع التحليل هذا. انتهى الوقت، والآن نقوم بعملية القياس. طلع 6 ملغرام لكل لتر. انتهى التحليل، نقفل الجهاز. شكرا على المشاهدة.